متابعينا مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي كومونتير، البرنامج اللي كيهتم بالقضايا اللي كيمسوا لي جون المغاربه. اليوم لو سوجي صراحه اللي اختاريته باش نهضر عليه ان سوجي اللي ماشي بزاف ديال الناس كيقدروا يهضروا عليه، ان سوجي اللي كيمس الشباب بغينا ولا كرهنا، ماشي في المغرب، كيمس شباب في مختلف دول العالم. وباش ما نكذبش ونكون صريحه كيف ما ديما زعما سيتي با فاسيل بور مو دو تروفي دي انفيتي اللي غيقدروا يهضروا معايا على هذا السوجي هذا بكل جراه وبكل وضوح. اليوم غادي يكون معايا جوج ديال الشباب اللي غيهضروا معايا في لو سوجي ديال التنمر اللي كيتعرضوا ليه الناس اللي عندهم ميولات جنسيه مختلفه، الا قدرنا نقولوا الناس اللي عندهم ميولات اخرى. دونك غادي يكون معايا اليوم عبد اللطيف وغادي يكون معايا اسماعيل، جوج شباب اللي كيحاولوا انهم بطرق ديالهم يبدلوا شويه الفكره ديال النظره ديال الناس على هاد الفئه، على هاد الفئه ديال الاشخاص عن طريق الفن ولا عن طريق ديزاكسيون سوسيال اللي غادي يهضروا لنا عليها هما اكثر. مرحبا بكم معنا، مرحبا بك اسماعيل، مرحبا بك عبد اللطيف. دونك غنعطي الفرصه لكل واحد فيكم باش يعرف على راسو دغيا. دونك نبدا باسماعيل ابخي ندوز عند عبد اللطيف. دونك انا مرحبا، شكرا بزاف على الاستضافه وشكرا بزاف على فتح هذا النقاش ديال التنمر. دونك معكم اسماعيل 23 عام، ناشط في مجال الحقوق الجندريه والجنسيه بالمغرب. متشرفين اسماعيل، شكرا لك بزاف حيت قبلتي تدوز معنا. ندوزو عند عبد اللطيف. شكرا على الاستضافه. معكم عبد اللطيف الحيله، رئيس مؤسسه رحله الفنون الحيه ورئيس مختبر رحله للبحث الفني، ناشط الحقوق ديال الحريات الفرديه عن طريق الفنون وعن طريق الفنون الحيه. مرحبا بك حتى انت عبد اللطيف. دونك سؤالي الاول بغيتو يكون علاش اختاريتو انكم تدافعوا على هذا النوع ديال الحقوق اللي ماشي كلشي عنده لو كوراج انه يدافع عليها؟ نبقى معك عبد اللطيف. هو المبدا ديال الفن كان منذ الازل هو اننا ندافعوا ونعكسوا الصوره ديال المجتمع بكل التجليات والتنوع ديالو. فالفن في اول درجه كان هو محاكاه، يعني الانيتاسيون ديال داكشي اللي كاين في الحياه. اذا باش نيتاو الحياه ولا نحكيو الحياه بكل التنوع ديالها خصنا نحكيوها بكل التنوعات حتى الجندريه والاختلافات الجنسيه والتوجهات الجنسيه اللي فيها. اذا كان هذا هو اول هدف. ثانيا احنا كمؤسسه رحله الفنون الحيه من الاهداف الاساسيه ديالنا هو اننا ندافعوا على التعايش وندافعوا على 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 حقوق الانسان وعلى الحريه، لان اساس الابداع هو الحريه. شكرا لك بزاف، الفكره ديالك واضحه. اسماعيل علاش انت اختاريتي انك تدافع على هذه الحقوق هذه؟ اولا انا كنعتبر بان الانسان في الحياه خص يكون عنده واحد الرساله واحد الهدف اللي يقدر يحقق به الرفاه والحياه الجيده. علاش اختاريت نشتغل في هذا المجال؟ اولا الايماني بضروره احترام حقوق الانسان واحترام الحياه الخاصه الناس، تاليا لان كشاب مغربي معني بالنقاش ديال الحريات والحقوق واقرارها في المغرب. دونك هادو من الاسباب اللي خلاوني نكون تناضل من اجل هاد الحقوق واقرارها في المغرب. بغيت نشوف معاك شنو هو التقييم ديالك داكشي اللي كنعيشوه اللي كيعيشوه هاد الشباب هادو اللي عندهم ميولات جنسيه مختلفه في المغرب. سورمون كتشوفوا في لي ريزو سوسيو بزاف ديال الناس ما كيقدروش يهضروا اون بوبليك على الميولات الجنسيه ديالهم، على داكشي اللي كيتعرضوا ليه، وكنشوفوا بلي فئه كبيره منهم كتعاني في صمت وما كتقدرش تهضر على داكشي ديالها. انت اسماعيل كيفاش كتشوف هذا الشيء؟ هذا بالنسبه لك واش هذا الشيء مقبول وعادي اننا نشوفوه؟ اولا خصنا نعرفوا بان الناس اللي عندهم او نقدروا نسميوهم مجتمع الميمعين، اللي هو المجتمع الميمعين هي مجتمع ديال المثليين والعابرين جندريا. هاد الافراد او الاشخاص المنتمين لهذه المجتمعات تعانيوا واحد الاضطهادات مختلفه، اللي منها اضطهاد قانوني لان لازال القانون الجنائي المغربي يجرم هذا النوع من الحقوق.
ثانيا هو واحد الـ 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 واحد عدم قبول ثقافي من عند المجتمع، الناس ما مقبلينش هاد الفئه، وهذا الشيء اللي تيخلي المعاناه تكون كبيره على عاتق هاد الفئه، وتخليهم ما يعبروش وما يكونوش عندهم نفس المساحه اللي عند الناس الاخرين في مواقع التواصل الاجتماعي وفي منصات او مساحات التعبير. داكوغ، شكرا لك بزاف اسماعيل. عبد اللطيف، انت كيفاش كتشوف هاد الفئه ديال الناس اللي عايشين معنا في المجتمع؟ واش حتى هما الحياه ديالهم كيدوزوها عادي كباقي المواطنين، ولا عايشين في واحد الحياه اللي احنا ما عارفين شنو كيطرا فيها؟ لو كان كيدوزوا الحياه ديالهم عادي، حنا لا انا لا اسماعيل لا مجموعه من المناضلين والمناضلات ولا الفنانين والفنانات ما غنفاجئوش اننا ندافعوا عليهم، يعني غندافعوا على القضايا الكبيره، وعلما ان هذه قضيه من القضايا اللي ولات كبيره في العصر الحالي ديالنا. المشكل اللي كيعانيوا منه هو من غير المشكل القانوني، مشكل نفسي، مشكل اجتماعي، ومشكل ديني اخلاقي. فاليوم كاينين اللي كيعتبروا بان هذا فعل غير اخلاقي، ولكن مع الابحاث العلميه وحتى انثروبولوجيا لقوا بان كاين الاثار ديال هاد التوجهات منذ الازل. فاليوم نحن مثلا كمؤسسه رحله ونخرج على كرياسيون في انتيتولي 360 اللي كنبينوا فيها بان لو سيركل الكونسيان كاع لي بوين، الكونسيان كاع لي بوين بالاختلاف ديال التوجهات ديالهم. اذا هذا سي لو كاب ديال الكره الارضيه، حتى هي سي ان سيركل كي كونسيان كاع لي بوين، وكل نقطه تاخذ بلاصتها وتاخذ حقها وتاخذ هذا، لان الا حيدنا نقطه وحده من الدائره ما بقاتش الدائره. علاش زعما انت تو شوازي لاغ باش تبدا تدافع على هاد القضيه هادي وما اختاريتيش حاجه اخرى؟ لاغ 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 انا ديجا سي لاغ كي ما شوازي ديبي كو جي جافي 3 ans. alors j'ai travaillé sur des thématiques différentes مع d'autres metteurs en scène قبل ما نقوم على ميز ان سين، مي فاش درت ما بروبرو كومباني ابري ما بروبرو فونداسيون وون طرافاي على هاد القضيه هادي، لان لاغ واحد الحاجه اللي قريبه واللي كتقرب لنا للجمال، وفاش كنقربوا للجمال يعني كنقربوا الاختلاف وكنقربوا التنوع للناس. هاد الاساس ديال التنوع هو اننا في الفن ممكن نبينوا كل شيء وغيان نتابو. الو في الاول الاساس ديال الابداع هو الحريه، يعني في الفن اوني ليبر اليوم كو حتى في المغرب راه حتى الفن شي شويه، ولكن حنا اليوم اون طرافاي على بزاف ديال لي طابو، ماشي ضروري غير ال جي بي تي كيو بلاس، ولكن على بزاف ديال لي تيماتيك اخرين اللي هما حساسين شي شويه وخصنا نهضروا عليهم. داكوغ، اسماعيل في نظرك علاش ماشي في المجتمع ديالنا ان فيت في المجتمعات ان جينيرال ضروري كتلقى واحد الفئه ديال الناس ما كيتقبلوش شخص عنده اختلاف في الميولات الجنسيه ديالو؟ نقدروا نقولوا دول اوروبيه، دول اوروبيه اللي حنا كاينين واحد الناس كيعتبروها انها دول متفتحه جدا ودول غير محافظه، ولكن هاد الدول حتى هي فيها واحد الناس ما كيتقبلوش الناس اللي عندهم ميولات جنسيه مختلفه، علاش؟ فعلا هو الكراهيه ما مرتبطاش بدولنا او الدول الاوروبيه، الكراهيه هي واحد الحاجه خايبه اللي كاينه بارتو، اللي الاسباب ديالها هما اولا تيكونوا اسباب اللي ديال ماشي ديال الثقافه ولكن ديال ايديولوجيات مختلفه. كما تنعرفوا مثلا المجتمع المغربي شحال هادي كان اكثر تقبلا لشي حوايج اللي مابقاوش يتقبلوا دابا، مثلا في الحومات ديالنا كنا تنعرفوا دار الفنانه الشعبيه اللي بين قوسين الشيخه، كنا تنعرفوا الدار مثلا ديال اللي تتوقع فيها مثلا الدعاره زعما بين قوسين، زعما كنا تنعرفوا بزاف د الحوايج، وكان واحد التعايش مثلا في مراكش واحد الساحه ديال جامع فنا فيها قمه ديال التعايش مع كل اطياف ديال المجتمع. ولكن للاسف في بدايه التسعينات ودخول واحد الفكر اللي ماشي ديالنا، اللي فكر غريب علينا ممكن يكون شرقي، اثر بزاف في المسلكيه ديالنا في قبولنا للاخر، وما بقاش قليل المغاربه فاش بقاو تيقولوا او يعتمدوا داك المبدا ديال منو المولاه. عبد اللطيف، بغيتك تقول لي شنو هي المواقف اللي كتشوف انهم كيتعرضوا لها الناس من اللي عندهم ميولات جنسيه مختلفه، واللي كتضرب قلبك وكتقول هذا زعما هذا الموقف ماشي انساني؟
لي فيديفير اللي وقعوا في المغرب كانوا واضحين وكانوا كثار ومازال كثارين اللي كنشوفوا فيهم الاضطهاد والكراهيه الموجهه لهذا الصنف ديال التوجهات الجنسيه والجندريه سواء منهم العابرين او المثليين والمثليات او غيرهم. فمثلا الى لاحظنا الى من بعد لان انا جو ترافاي دابا على دي سيتوياسيون كيف 360 اللي هما يسون انسبيري من لا رياليتي وكنناقشوا في دي في ديفير يعني دي في ديفير اللي وقعوا باش ما كنهضروش من هذا سي فغي حنا كنعطيو واحد لو كوتي استيتيك اي ارتستيك مي سي بازي على دي ستاتستيك وقعوا في المغرب. فمثلا ملي كنهضروا على القضيه ديال داك السيد اللي كان خرج متحول فاس الى بقيت عاقل وقيله واحد 3 سنين 4 سنين دابا فاش كنجيو نناقشوا في القضيه ديال الناس اللي ضربوه هما الناس اللي مارسوا مع العلاقات الجنسيه قبل وعندهم دابا داك الوازع الديني في رمضان وكيديروا يعني هذا نفاق. هذه اول حاجه خصنا نوليو كنحللوا الحوايج منين جايين يعني كيف ما قال اسماعيل هو واحد الفكر اللي داخل علينا فكر مشرقي مبني على النفاق مبني على الخلفيه ديال داك المثل المغربي الشهير لا داعي للقول ديالو هنايا. ف كاين بزاف ديال السيتوياسيون كتشوف وحدين كيديروا وكيتعداو عليهم في الزنقه التنمر في لي ريزو سوسيو في التشهير الاحتقار لربما هاد الشيء اللي كيدفع لينا باش اننا نشوفوا هاد الطبقه من المجتمع ولا هاد الصنف من المجتمع هو اكثر فاعليه والا باش كيلغي يثبت راسو لذا كنلقاوهم انهم ناس متميزين على المستوى الوطني والمستوى العالمي. نقدر نلخص الهضره ديالكم انتم زعما من الدرجه الاولى انتم ضد الكراهيه ضد التمييز وضد ان بنادم يبقى يحكم على الاخر من ميولاته الجنسيه ولا من لون البشره ديالو ولا من الديانه ديالو ولا من اي حاجه اخرى. كنتمنى ان الناس كنظن ان الناس اللي غادي يتابعوا هذه الحلقه هذه يحاولوا يشوفوا لي شوز كيف ما لخصتها انا في هذه الطريقه هذه ديال انكم ضد الكراهيه وضد اي حاجه كتضرب الشخص الاخر. كنبغي نقول لكم ان الافكار ديالكم جوج كانت واضحه وكنبغي نشكركم بزاف حيت كنتم معايا اليوم صريحين وقلتوا داكشي اللي كتفكروا فيه. شكرا لك بزاف اسماعيل. شكرا بزاف اميمه. شكرا لك عبد اللطيف حتى انت بزاف وشكرا لكل الطاقم التقني تري بون كوراج. وهكا متابعينا غادي نكونوا وصلنا للحلقه ديالنا لهذا الاسبوع. موعدنا كيتجدد بكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده فكونوا دائما في الموعد. باي باي.